صار كورونا كل شيء سكر، بطل في مؤسسات ولا شيء، فهم حكوا معي وحكوا لي ام فرح لازم اسوي معك لزوم لفرح. طبعا ما عنديش اي مشكله، فبلشوا معي. كانت فرح لسه بتحبي، لما صار الزوم بينه وبين المعالجيه كانهم شافوا البيت وشافوا محيط مثلا جوزي واولادي، فرح نفسها صار عندها الشجاعه انها تمشي. ابوها ما بيقدر يجي معي، كل ما يكون لفرح في ادخال ما بيقدر يجي معي عشان ظروف الشغل، فلما صار العلاج عن بعد عشان كانه كان معي بالبيت ساعدني وعرف يتعامل معي ومع فرح، والحمد لله يعني. البرامج اللي بتقدمها المؤسسة غيرت من حياتي وحياة طفلتي. خلال وجودنا في الأميرة بسمة ولا عمرنا شعرنا إن إحنا لحالنا في هالرحلة. إن برنامج المتابعة عن بعد له أهمية كبرى، حيث أن المركز التأهيلي بكافة كوادره على تواصل مستمر مع الأطفال في الأسرة والمجتمع، وبالتالي هناك حرية وسهولة في تعديل البرامج البيتية التي نضعها لهم. فهذه التعديلات والتواصل المستمر مع الأهل يعطي دفعة لمواصلة برامج التأهيل وتعديلها حسب الحاجة. هذا ينعكس إيجابياً وينعكس بشكل واضح على تطور الطفل ومدى سرعة تطوره واندماجه في الأسرة والمجتمع. يكمن دور مؤسسة الأميرة بسمة في القدس كمركز وطني للتأهيل بتوفير التأهيل الشامل والتعليم الجامع للأطفال الفلسطينيين، وهذا الدور مهم جدا لأنه يقوم بالتدخل المبكر أولا والنظرة الشمولية لحاجات الأطفال ذوي الإعاقة في فلسطين. ولقد تبنينا سياسة برنامج التأهيل المبني على المجتمع التي تحرص على دمج الطفل في الأسرة والمجتمع.